طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي بسلام عليك شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير مغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك من راى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد بردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب اسمت طعم كردامان رحمت هم سب مانگتے ہیں اپنی حاجت بازو ہو بابے حجابت يا نبي سلام عليك
سيدي يا حبيبي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، صلى الله عليك وعلى سيد المرسلين نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب بجاه حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى صلى الله عليه وسلم أنزل الرحمة والسكينة والطمأنينة والبركة علينا وعلى جميع الحاضرين. اللهم يا ربنا أنزل الرحمة والسكينة والطمأنينة والبركة علينا وعلى جميع الحاضرين وعلى جميع المسلمين. واقدم مرادنا بمراد جميع المسلمين، واقدم مرادنا بمراد جميع الحاضرين، وادفع البلاء والوباء عنا وعن جميع المسلمين، وادفع البلاء والوباء عنا وعن هذا الدار وصاحبه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا خير الرازقين ارزقنا وارزق جميع المسلمين وارزق جميع الحاضرين رزقا حلالا واسعا كثيرا طيبا مباركا يا خير الرازقين. واشف امراضنا وامراض جميع المسلمين. اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی برکت سے حاضرین میں جتنے بھی جب بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. سب بیماروں کو تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ حاضرین پر سامعین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اس گھر پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اہل سنت و جماعت کے تمام گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. حاضرین اور سامعین کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے. جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی میں، روزگار میں، کاروبار میں، تجارت میں، کھیتیوں میں برکتیں عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. رمضان مبارک کی برکت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. سب پریشان حال ہیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے. رزق میں برکت عطا فرمائے. رمضان شریف کی رحمتوں اور برکتوں سے ہماری خالی جھولیوں کو اے اللہ خالی جھولیوں کو بھرپور فرمائے. خالی جھولیوں کو معمور فرمائے. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضى واسع الکرم. قال الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.